مشاهدينا احنا توا في وسط الريبات في لمطة باش نحكيوا شوية عليه. معنا سيمونير. عسلامة سيمونير. مرحبا بكم. عسلامة. انا عون تراث بالمعهد الوطني للتراث بمدينة لمطة، متواجد لهنا في قصر الرباط لمطة. شنو تنجم تحكينا اللي تعرفوا لهنا على الرباط في لمطة؟ هذا الرباط هو رباط أغلبي يرجع تاريخه للقرن الثاني ميلادي، يعني القرن الثامن هجري. الرباط هذا كان معناتها من جملة عديد الرباطات المتواجدة على السواحل التونسية، مهدية، سوسة، مستير، السواحل التونسية الكليكة كانوا يرابطوا فيه المرابطين لهنا على أساس الحراسة السواحل التونسية من النورمان اللي كان عندهم مع السلاح من الغزوات النورمانية. البيوت هذوما سيمونير شنو ما هما في الأصل كانوا؟ هذم البيوت كانوا يجلسوا فيهم الصنايعية، كذلك المرابطين كانوا يجيوا يرابطوا لهنا، يجبدوا عديد الأشهر يحضر القرآن، يجتهدوا في الكتب، كل ما هو تابع خاصة التجارة الدينية والاقتصادية والسياسية والدينية، الكل معناتها كانت معناتها هو المكان الاجتماعي الكبير اللي يجتمعوا لهنا فيه. توا فما سيمونير زائرين لهنا يجيو للرباط كيما اللي نقولوا احنا ولاد البلاد اللي يحبوا يعرفوا على تاريخ مدينتهم، كيما نقولوا من برا يجيو يشوفوا هالمعلم الاثري. الحقيقه هو معلم جميل برشا في وسط مدينه لمطه، لكن ناقص شويه اشعاع. حسب رايك انت علاش؟ ومازلنا قاعدين، هو مازال موش مهيئ للزياره، هو تحت البحث العلمي، مازلنا قاعدين نقوموا في البحوث العلميه كما تشوف بعض الشواهد قاعدين نحفروا معناتها تحت الدراسه، مازال موش جاهز للزياره، لكن وقعت فيه شويه تحسينات ترميمات كما شفت، الصيانه متواصله حتى ان شاء الله بقدره ربي العام الجاي وكذا يكون جاهز معناتها للزياره. مرحبا بكم.